الفقرة الأجمل اللي كلنا بنعتقد بنحبها سواء أنا أو كريم أو حضراتكم، يعني دي فقرة التواصل ما بيننا وما بين كل الجمهور اللي بيتابعنا. كنا طرحنا السؤال اللي هو ابعت رسالتك للأهلي بعد التحقيق الثلاثية على الهاشتاج، من خلال يعني فيديوهات قصيرة جدا، فجمعنا مجموعة كبيرة. أنا بصراحة شخصيا ناس كتير كانت بعتها، أنا معرفش مين اللي اتمنتج فتحط في التقرير ومين لأ. فخلينا بقى يا كريم نروح نشوف كده الرسائل الجميلة اللي الجمهور بعتها للأهلي، وبعد كده هنرجع نقرأ مجموعة كمان من التعليقات اللي جت. اتفضل. بقول لأبطالنا ورجالتنا مبروك عليكم الثلاثية. تعالى يا أهلي اكسب أفريقيا، تعالى يا أهلي اكسب أفريقيا، التاسعة يا أهلي التسعة يا أهلي. وألف مبروك للنادي الأهلي الثلاثية، وإن شاء الله أقول الكرة الرابعة والكرة الخامسة تبقى خمسية إن شاء الله. ألف ألف مبروك. ألف مبروك للاعيبة الأهلي الرجالة اللي كانوا على قدر المسؤولية وتحقيق الثلاثية وعدتهم فوفيتهم. مبروك للنادي الأهلي العظيم وجماهيره العظيمة بفوز بثلاثية الدوري المصري ودوري الأبطال وكأس مصر، وإن شاء الله بإذن الله كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري بإذن الله. بنبارك طبعا للنادي الأهلي على الثلاث بطولات، الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا. بنبارك لكل جماهير النادي الأهلي. بشكر كل منظومة النادي الأهلي، وبقول لكم كنتوا على عهد وجبتونا التاسعة زي ما وعدتونا. منتظرين منكم الاجتهاد ومنافسة ورجولة بروح الفانيلا الحمراء. الفترة اللي جاية محتاجة منكم تواضع ثم التواضع ثم التواضع واحترام المنافس، واشتغلوا على نفسكم كتير، وان شاء الله انتوا جيل عظيم ذهبي جديد ان شاء الله. We love الاهلي. Congratulations from England. We love الاهلي. Congratulations from England. اهلي 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 اهلي. طبعا اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي ده جانب بسيط جدا. لا احنا لسه عندنا فيديوهات كتير جدا. انا مش عارفه هيتعرضوا تاني دلوقتي ولا هنعرضهم بقى على مدار الحلقات اللي جايه، بس احنا لسه لا يعني مش عايزه حد يقلق، دي ولا حاجه، دي فيديوهات قصيره جدا من اللي اتبعتت. نقول ما تيسر من الفيديوهات بالزبط. اللي بعتت لنا الحقيقه طبعا يعني زي ما توقعنا واحنا بنطرح على حضراتكم الايام اللي فاتت سؤال السوشيال ميديا، احنا جماهير النادي الاهلي منتشره في جميع انحاء العالم، سواء بنتكلم على مصريين مقيمين في مصر او براها او حتى غير مصريين. انت طبعا ست عارفين ان النادي الاهلي معشوق كتير كمان من مشجعي كره القدم في منطقه الخليج، منطقه الشرق الاوسط. صح، بس انا كنت عايزه الفيديوهات ده، كان في كم فيديوهات انا مش عارفه ليه بس عملنا الفيديوهات القصيره دي. كله هيجي في لا يعني إن شاء الله. انا اتمنى بس الاعداد يزود لنا لان فيديوهات كانت كتير، انا بعت كمان كتير جدا، معرفش بس ليه اتذاع بتاع خمس فيديوهات. على كل حال في رسائل برضو اتبعتت، خلينا نقرا مع حضراتكم لان احنا زي ما بنقول دايما بنحب الصوت يوصل. استاذ طارق موسى بعت يقول يا كريم صباحكم اهلاوي جميل، استاذ كريم منهوان قمر قناه الاهلي بشكرك، وهقول كاس السوبر المصري كاس السوبر المصري وكاس السوبر الافريقي وكاس العالم للانديه اهلاوي ان شاء الله. ابراهيم حسن بعد بيقول الف مبروك بطوله كاس مصر عقبال كاس السوبر الافريقي. واحمد عبد المنعم عبده بيقول الف مبروك لكل اللاعبين ومجلس الاداره والجهاز الفني وعم حارس الراجل الاصيل المتواضع، وعقبال ما نبارك لهم على الرابعه باذن الله السوبر الافريقي. جميل. احمد محمد فرج ده من التوب فانز، تحياتي يا احمد الاهلاوي جدا جدا، صباح الخير والورد باذن الله، كل التوفيق والفوز للاهلي وكتب البطولات، والف مليون مبروك رجاله النادي الاهلي. العشره ممكن، بص من دلوقتي العشره ممكن. طبعا طبعا. سماح الديب الف مبروك لنادي قرن، مزيد من الانجازات وعاوزين اداء رائع في كاس العالم للانديه. وركمي رشيد الف مبروك. خالد روبي مليون مبروك لفريق النادي الاهلي. محمد نجار الف مبروك لعائله الاهلي الكبيره في مصر والوطن العربي، ونتمنى مزيد من الانتصارات. ناجي الف مبروك وبالتوفيق فيما هو قادم، عاوزين الخماسيه ابطال. وسامي طاهر مليون مبروك لكل اللاعبين مجلس الاداره المحترم ولكل اهلاويه وعقبال الرابعه يا اهلي. طبعا الرباعيه والخماسيه ككلمتين اتكرروا في كتير جدا من الرسائل. محمد لطفي بيقول ان شاء الله مبارك على الخماسيه اهلي البطولات. والصافي علي بيقول مليون مبروك يا ابطال وعقبال السوبرين. محمد أمين ألف مليون مبروك النادي الأهلي عقبال السوبر الأفريقي والمصري، وأشكر لعيبة الفريق الرجالة. وأبو زياد مليون مبروك. أنا شايفة كلها يعني أحمد الجندي ألف مبروك لنادي القرن، بص الناس كلها مبسوطة بصراحة. ويوسف خالد بيبارك للأبطال وبيقول يا رب إن شاء الله تحقيق الخماسية وكاس العالم للأندية، ويقول تحياتي ليك يا أسطورة.
محمود عبد الناصر بيقول مليون مبروك برضو على الثلاثية عقبال السوبر الأفريقي والمصري إن شاء الله. وعبد الرحمن أسامة برضو بيهني وبيبارك بيقول مبروك للأبطال الثلاثية وعقبال ما نبقى أبطال الخماسية يا رب، أمنيتي إن إحنا نحقق كأس العالم للأندية. ربنا يسمع منك يا عبد. الدعوات متزايدة وعمالها أحمد السيد مليون مبروك علينا الثلاثية، مزيد من النجاحات والبطولات إن شاء الله. الأهلي ملك أفريقيا 2020 حقيقة. أحمد الجزار فريق من بطولات أو فريق بطولات على مر التاريخ، وأشكر اللاعبين الكبار اللي بيقدموا مجهود جبار عشان يبسطوا الجمهور وإحنا معاهم وفي ظهرهم. ده بقى غير الفيديوهات، في ناس بعت صور. محمد سليم بعت لنا صورته بيقول سليم بيهني الأهلي، ده أكيد ابنه بقى، فصورة جميلة جدا. وفي علاء الدين حمدي بعت لنا صورة أولاده، دول اللي كانوا معانا بقى في الفيديو من إنجلترا. الفيديو اللي احنا شفناه، مش احنا قلنا في كل مكان في العالم، يعني ما نتكلمش بس على مصر، نتكلمش بس على الوطن العربي، مشجعي وجماهير الأهلي حقيقي ومتابعين قناة الأهلي كمان في كل مكان في العالم، ودي حاجة أكيد سعدنا جدا. نسرين جابر مبروك رجالة الأهلي عقبال السوبر الأفريقي والمحلي وأداء ومركز يليق بنادي القرن في كأس العالم للأندية. ووليد صراحة الدوري المصري من أقوى الدوريات العربية، وهو الدوري والدوري السعودي من حيث الأداء والفرجة وكذلك المتعة الكروية. نتمنى عودة الجماهير، كلنا بنتمنى حقيقة عودة الجماهير بعد الجائحة، اللهم ارفع عنا الوباء آمين. آمين يا رب العالمين. حمدي علام بيقول بإذن الله الرابعة والخامسة وجمهور الأهلي ما بيشبعش بطولات، اللهم زيد وبارك. وأخيرا وليس أخيرا كريم ماهر بيقول متعودين على كده، نعمة عظيمة أنك تشجع نادي زي النادي الأهلي، وإن شاء الله نحقق الخماسية عشان يبقى موسم تاريخي بإذن الرحمن إن شاء الله. يعني كل دعوات حضراتكم تستجاب وباذن الله نحتفل معاكم بالرباعيه وبالخماسيه ان شاء الله. انا بس لو احنا مكملين بقى باذن الله. انا بس عايز اقول لحضراتكم حاجه عشان محدش يزعل، دي كانت يعني حاجات او مجموعه صغيره جدا من الفيديوهات، وعد مني ان شاء الله على مدار كمان الاسبوع اللي جاي هنجمع فيديوهات اكتر وهنعرض كل تهنئه جت من كل شخص او من كل فرد للنادي الاهلي، دي حاجه احنا يعني يسعدنا ان احنا نعرضها حقيقي، فما حدش يزعل. بس بنشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه لحلقتنا النهارده، حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. ان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد الجاي و10 الصبح في الاهلي.